بسم الله الرحمن الرحيم. بنوز نسني، المنسق الجهوي لبرنامج المشاركة المواطنة. اليوم كنتواجدوا في ضيافة جمعية العهد الجديد في حلف اختتام مشروعها مع من أجل الشباب فاعل في التنمية المحلية. جمعية العهد الجديد اللي هي إحدى الجمعيات الشريكة لبرنامج مشاركة مواطنة، البرنامج اللي كيمولو الاتحاد الأوروبي واللي كيتنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وكذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان، واللي كيسهر على التنفيذ ديالو مكتب الامم المتحده لتدبير خدمات المشاريع معروف اختصارا بأونوبس، واللي كتعتبر فيه الجمعيات كشريك حقيقي من اجل ارساء قواعد الديمقراطيه التشاركيه والمشاركه المواطنه. نتائج جد مهمه توصلت لها جمعيه العهد الجديد من خلال انجاز المشروع ديالها رغم الظرفيه الصعبه اللي عرفتها بلادنا. وبهذا المنبر كنوجه الشكر والتقدير والاحترام للمجلس الاداري لجمعيه العهد الجديد، كذلك فريق العمل اللي كان ساهر على انجاز المشروع. كنتوجه بالشكر كذلك لكل جهه ساهمت في انجاح المشروع، وبالخصوص للشابات والشباب اللي بالانخراط ديالهم والالتزام ديالهم كان عندهم واحد الدور مهم في تنزيل انشطه المشروع في انجاح المشروع من خلال تقديم عرائض وملتمسات لجماعات ترابيه تفعيلا للدستور 2011 وتفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية. شكرا. إذا اليوم ولله الحمد اختتمنا مشروع جمعية العهد الجديد للشباب والتنمية والبيئة معا من أجل شباب فاعل في الحياة العامة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكان بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع منفذ المشروع في إطار برنامج مشاركة مواطنة لدعم المجتمع المدني بالمغرب. مجموع أنشطة مشروع الجمعية معا من أجل شباب فاعل في الحياة العامة التي بدأت طوال سنة 2020 ومنتصف انتهت منتصف فبراير من السنة الجارية 2021، هم تكوين شباب الجهة الشرقية، حيث تم تكوين أزيد من 70 شاب وشابة بمختلف مبادئ الديمقراطية التشاركية، كتعزيز آليتهم القانونية في تقييم وتتبع السياسات العمومية، وكذا تعزيز آليتهم في مجال تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع سواء للمجالس الجماعية أو الإقليمية أو كذا مجالس الجهات، وكذا إلى السلطات العمومية بمختلف هيكلها وأنواعها كمجلسي النواب والمستشارين ورئاسة الحكومة إلى غير ذلك من المجالس المختصة. واليوم لله الحمد بتاريخ 31 جانفي 2021 اختتمنا مشروع الجمعية معا من أجل شباب فاعل في الحياة العامة، ونضرب لكم إن شاء الله موعدا في قادم أنشطتنا إن شاء الله تعالى. في البداية كان بغي نشكر جمعية العهد الجديد على هذه المبادرة هذه وعلى هذا المشروع هذا اللي تعلمنا فيه بزاف ديال الصوالح كوننا شباب وغنخدموا المجتمع ديالنا مستقبلا. كانت الدورة التكوينية عبارة عن رحلات ممتعة الصراحة اللي ما حسيناش بالوقت نهائيا، تعلمنا التضامن من خلال الورشات اللي قاموا بها، وأيضا كوننا أساتذة اللي في المستوى المطلوب صراحة استفدنا بزاف، ونتمنى يكون هكذا مشاريع وهكذا مبادرات في المستقبل القريب. وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا في إنجاح هذا المشروع سواء من قريب أو من بعيد، وصراحة بين أكثر الدورات اللي عجبتني هي العرائض وطريقة تقديمها، حيت الصراحة كنت كنجهل هذا الموضوع نهائيا، فتعلمت كيفاش نقدر نخدم العريضة وكيفاش أنني نستوفي الشروط اللازمة وكيفاش نعبر عن رأيي كشابة، وأيضا تعلمت الدور ديالي في المجتمع وأنه عندي دور في تغيير السياسات العمومية أيضا، وتعلمت التواصل كيفية التواصل سواء مع الأشخاص سواء مع الأبناء ديالي إلى غير ذلك، فكنشكرهم جزيل الشكر ونتمنى تجمعنا شي مشروع اخر وشي دوره تكوينيه اخرى علاش لا. شكرا بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم ورحمه الله. معكم فاطمه قدوري من مدينه مجده، طالبه بجامعه محمد الاول كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه شعبه قانون خاص. اتقدم بجزيل الشكر لجمعيه العهد الجديد ودائما من اجل شاب فاعل في الحياه العامه والاجتماعيه. اتقدم بجزيل الشكر الى
في الدورات التكوينيه التي قدموها لنا خلال هذه الفتره. صراحه استفدنا منها كثيرا، استفدنا كيفيه التواصل، واكثر دوره اللي صراحه عجبتني بزاف هي تقنيه التواصل، لانما التواصل كنحتاجوه في الحياه اليوميه ديالنا، ماشي في الحياه الدراسيه وانما حتى في الحياه اليوميه ديالنا. كيفاش نتعاملوا مع الاشخاص، كيفاش غادي نتواصلوا مع الابناء ديالنا، نتواصلوا مع الاداره، كيفاش غادي نتواصلوا، كيفاش شي شخص مثلا غادي نشوفوه غضبان ولا شي حاجه، كيفاش غادي نتواصلوا معاه. صراحه يعني نتمنوا انه تكون مبادرات وتكون دورات تكوينيه اخرى اللي نستافدوا بها حنايا ونستافدوا بها شباب القادم ان شاء الله. كنشكروا يعني جمعيه العهد الجديد للتنميه والشباب والبيئه على يعني المشروع نتاعها اللي كان ناجح طيله سنه 2020. المشروع يعني هو عباره عن مشروع مشاركه مواطنه اللي كيندرج التمويل من الاتحاد الاوروبي اللي كيكون يعني الشباب في مجال نتاع الديمقراطيه التشاركيه اللي كتهم مجال تعزيز اليه الشباب القانونيه، ولا كذلك يعني اليه تقديم العرائض وصياغتها، وكذلك ملتمسات التشريع. يعني المشروع كان من طرف جمعيه العهد الجديد بتمويل من الاتحاد الاوروبي في اطار برنامج مشاركه مواطنه كيف ما سبق وذكرت. المشروع كان يعني ناجح بامتياز، قدرنا اننا يعني نتكونوا في المجال نتاع الديمقراطيه التشاركيه، وكيفاش انه الشباب يكون يعني فاعل في السياسات العامه، وذلك يعني انسجاما والمبدا نتاع يعني الفصل الاول من الدستور المغربي المشاركه المواطنه. يعني كنشكروا يعني جمعيه العهد الجديد والشباب ديالها يعني الغيورين يعني في هذه الديناميه نتاع السياسات العموميه، باش انهم يكونوا شباب باش يكونوا فاعلين في السياسات العموميه وفي صناعه القرار السياسي العمومي. وشكرا يعني لكل من ساهم في انجاح هذا المشروع، وشكرا كذلك الصحافه الالكترونيه في شخص جريده الصوت، وتحياتي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.